قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للمسنين بزيارة إلى مركز المحرق للرعاية الاجتماعية لمشاركة كبار السن الفرحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمرافقة أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين ومجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية. وتم خلال الزيارة تبادل التهاني بالعيد والأحاديث الودية مع نزلاء دار الرعاية بالمركز من كبار السن والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للمسنين باعتبارهم فئة مهمة في المجتمع البحريني. وفي هذا السياق أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن حكومة مملكة البحرين تحرص من خلال أجهزتها الرسمية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة، لافتا إلى أن هذا الاهتمام يتجسد بشكل خاص في الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة. حقيقة من أهم الأشياء والأهداف إن آبائنا وأمهاتنا ما يشعرون بالعزلة في مثل هذه المناسبات السعيدة، وأن نعمل معا على إزالة أي حواجز أو أي مشكلات تعترض اندماجهم التام في المجتمع. فرحة العيد يجب أن تصل إلى الجميع. نرحب بأهاليهم أيضا لمشاركتنا في هذه الفرحة الجماعية. المسنين هم آبائنا وأمهاتنا، يحظون بكل رعاية وبكل عناية، وسوف نستمر في توفير كل المستلزمات الحياتية والاجتماعية والصحية والنفسية لهم إن شاء الله.